صباح الخير على حضراتكم. بيتجدد اللقاء دايما على مدى ساعتين في هذا الصباح، ساعتين بنحاول نجمع فيهم كل الأخبار المهمة، كل الأحداث اللي حصلت على مدى ال 24 ساعة اللي فاتوا، كل المبادرات وأيضا أخبار من مناطق مختلفة في العالم. النهاردة عندنا موضوعين رئيسيين هيكونوا فيهم حواراتنا مع ضيوفنا في الاستوديو. الموضوع الأول عن تكليف الرئيس السيسي الحكومة بتوفير لقاحات كورونا فور توفرها عالميا. احنا عارفين ان العالم كله بيجتهد في الوقت الحالي انه يوفر لقاحات لكورونا، فبالتالي اول ما تبتدي تظهر في الاسواق المفروض انه تكون في الاسواق المصرية ايضا في نفس الوقت بالتوازي. عندنا موضوع اخر عن مبادرة بيطلقها المجلس القومي للمرأة اسمها اتكلمي احمي نفسك وغيرك، هي حملة للتوعية بمخاطر الانترنت. طبعا الانترنت زي ما ليها فوائد كتير جدا واختلفت حياتنا بعدها، لكن ليها مخاطر كبيرة جدا، واحنا شفنا في الفترة الأخيرة كمية مخالفات حصلت، تدخلات في حياة الآخرين أحيانا بتؤدي لجرائم مجتمعية وجرائم جنائية. كل ده هنتعرف على تفاصيله أكتر من خلال الحملة وإيه اللي بتطالب بيه هذه الحملة وإزاي ممكن الناس تستفيد منها. دي موضوعاتنا الرئيسية. عندنا طبعا تغطية كالمعتاد لأبرز الأخبار الرياضية وأبرز الأخبار الاقتصادية وجولة سريعة مع أخبار العالم. نبتدي معاكم مباشرة بجولتنا أخبار مختلفة من العالم وأخبار أيضا وتقارير المراسلين. نبتدي بمحافظة الإسكندرية. إسكندرية بتحتفل اليوم بعيدها القومي 68، بتبدأ الاحتفالية بافتتاح معرض للصور في مكتبة البلدية بمنطقة محرم بيك اللي بتتضمن رسوم نادرة للرحالة الأجانب اللي زاروا اسكندرية قبل 300 عام، وتقام احتفالية للعروض البحرية أيضا اللي بتشمل العديد من العروض والفعاليات من أمام الاتحاد المصري للغوص. ينظم اليوم متحف اسكندرية القومي معرض أثري بعنوان شخصيات سكندرية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والمعرض بيسلط الضوء على قطعتين أثريتين هما جدارية أبو مينا وتمثال اسكندر الأكبر، وتختتم محافظة اسكندرية فعالياتها يوم الأربع القادم حيث تقام احتفالية كبرى بمسرح سيد درويش ليتم خلالها الإعلان عن عدة موضوعات تهم المواطن السكندري. مدينة اسكندرية بتحتفل بعيدها القومي زي ما احنا عارفين يوم 26 يوليو من كل عام، يتوافق هذا اليوم مع ذكرى خروج الملك فاروق من مصر مستقلا اليخت الملكي المحروسة من أمام قصر راس التين متجها إلى منفاه في إيطاليا بعد نجاح ثورة 1952. هو ده السبب الاحتفال بعيد اسكندرية واختيار هذا اليوم بالتحديد. Thank you.
طيب نروح للمراكز الطبية والمستشفيات اللي بتواصل عملها لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وفقا لمبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة من خلال إجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم لهم في مستشفى رود الفرج العام. قبل ما نشوف التقرير خلينا نتابع حالة الطقس مع الدكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طبعا احنا يعني الصيف دخل بقوة، درجة الحرارة مرتفعة، الرطوبة كمان مرتفعة في أحيان كتير، ادينا فكرة عن الأيام القادمة أو النهاردة على الأقل. احنا حاليا يعتبر في منتصف فصل الصيف، فعلا درجات الحرارة بدأت ترتفع بصورة واضحة وخاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة اللي مزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. ما زالت اليوم درجة الحرارة على القاهرة بتتراوح من 35 ل 36 درجة، ده مستمر معانا النهاردة وبكرة الاثنين إن شاء الله. بداية من يوم الثلاثاء هيبدأ يكون في ارتفاع على معظم أنحاء الجمهورية، هتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 37 و 38 درجة، وده هيستمر من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع. أما بالنسبة طبعا لجنوب البلاد فالطقس هناك شديد الحرارة، وهترتفع درجات الحرارة مع يوم الثلاثاء وتصل من 47 ل 48 درجة، وده هيستمر معانا حتى نهاية الأسبوع إن شاء الله. أيضا طبعا هيكون في فرص سقوط أمطار بداية من غدا على مناطق من جنوب البلاد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء. هذه الأمطار هتكون أمطار خفيفة لكن ممكن تكون رعدية في بعض الأحيان، وده طبعا نتيجة تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي. لكن حابة أطمن كل السادة المشاهدين، فرص الأمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء مش هتمتد للقاهرة أو السواحل الشمالية أو الوجه البحري، مفيش أي فرص سقوط أمطار إن شاء الله. طبعا نسب الرطوبة مرتفعة زي ما احنا كلنا ملاحظين، بتوصل لحوالي من 80 ل 85% بالنسبة للقاهرة والوجه البحري، وحوالي 90% بالنسبة للسواحل الشمالية. طبعا نسب الرطوبة المرتفعة بتزود إحساسنا بدرجات الحرارة، وأيضا بتؤدي لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر وخاصة على الطرق الزراعية. تمام، لو نعرف درجات الحرارة على الأماكن الرئيسية العظمى والصغرى. بالنسبة للسواحل الشمالية اليوم العظمى من 30 ل 31 والصغرى من 23 ل 24، الوجه البحري والقاهرة من 35 ل 36 والصغرى 25، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 36 إلى 40 والصغرى 26، وجنوب الصعيد هنا والأقصر وأسوان وحلايب 30، العظمى من 42 ل 43 والصغرى بتتراوح من 30 إلى 31 درجة مئوية. احنا بنشكر حضرتك دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا ليكي. ونرجع مرة تانية لمتابعة التقرير الخاص بحملة 100 مليون صحة وعمل المراكز الطبية لتقديم المساعدة للمواطنين. بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تواصل المراكز الطبية والمستشفيات تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل وصرف العلاج للمواطنين المصابين بالأمراض المزمنة بشكل آمن، وذلك بهدف تقليل عدد الوفيات المصابة بالفيروس وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة. المريض بيجي دلوقتي، احنا مخصصين مدخل لينا للعيادات، المريض بيجي بيدخل بنظام، بيدخل بعد كده على عيادة البطنة عندنا بيكشف عليها طبيب البطنة المختص وبيقيم هل العلاج ده يستمر عليه المريض او هيعاد تعديله او بعد كده او هيعاد تجديد القرار بقى كل فترة 6 شهور. ده بالنسبة للمنظومة بتاعت العلاج. بيخلص بيجي بعد كده للأجزخانة جنب العيادة على طول، بيصرف من هنا العلاج الخاص بنفقة الايه؟ بنفعة الدولة. العيان بيكون كشف عندنا في العيادة أساسا، إحنا شخصناه سواء ضغط أو سكر أو حاجة في القلب، بعد التشخيص هو بيقول أنا مش قادر أجيب العلاج، بيتعمل له زي بحث اجتماعي هنا عندنا وبعدين بيطلع له بنعمل له إجراءات اللي هي العلاج على نفقة الدولة. كما حرصت الحكومة على توفير بروتوكولات العلاج اللازمة كالسكر والضغط والسمنة وتسهيل إجراءات عمل اللجان الطبية لصرف العلاج للمواطنين بشكل فوري. احنا عملنا مقر آمن بعيد خالص عن مستشفى العزل عشان المريض اللي جاي ما يختلطش خالص بمستشفى العزل، وعشان لو في ناس كمان خايفة انها تدخل المستشفى عملنا مقر تاني في مركز صحي جزيرة بدران عشان اي حد خايف يدخل المستشفى يروح يصرف من هناك. احنا عندنا امراض ادويه امراض القلب والسكر والضغط وانسولين، المريض بيدخل على الكونتر بياخد البطاقه بتاعته في مسار امن بعيد عن بقيه المستشفى،
بياخد البطاقة بتاعته بيدخل الصيدلية يصرفها ويطلع تاني من بوابة مختلفة خالص عن بقية المستشفى. المواطنون أصحاب الأمراض المزمنة أثنوا على الخدمات العلاجية التي تقدم لهم على مدار الساعة. ولا تعبت في القرار ولا أي حاجة، لقيت القرار طالع الحمد لله استلمته، ما فيش أي معاينة ولا أي حاجة الحمد لله. خدمة هنا كويسة وبيصرفوا علاج للناس لمدة 3 أشهر وفي انضباط هنا. جاءت مبادرة الرئيس 100 مليون صحة لتشخيص وصرف العلاج بشكل آمن لأصحاب الأمراض المزمنة كأحد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقديم خدمة علاجية مجودة تلبي طموحات المواطنين. محمد حلمي، النيل. زي ما فترة الكورونا كانت فترة صعبة علينا في حاجات كتير جدا، لكن الحقيقة كل يوم بيكتشف العلماء ان كوكب الأرض فعلا تعافى خلال الفترة دي، الفترة اللي الناس كلها قعدت في البيوت والمصانع وقفت ووسائل المواصلات وقفت والطيران وقف. من أبسط الحاجات اللي اكتشفها العلماء مؤخرا ان الصوت قل أو ذبذبات الصوت قلت في الفضاء إلى حد كبير جدا في فترة الإغلاق العام اللي هي تحديدا كانت مارس ومايو خلال العام الحالي. حسب تقارير العلماء بيقولوا أن الصمت الغريب انتشر في المدن اللي فرضت الإغلاق في أنحاء الكوكب اللي هرب فيه الأشخاص من فيروس كورونا، والنتيجة اللي توصل ليها علماء الزلازل اللي بيقيسوا هبوط اهتزاز سطح الأرض في هذا النوع من الأصوات اللي بيسببه الإنسان كانت غير مسبوقة. اختبر الباحثين بيانات من شبكة عالمية تتكون من 268 محطة زلزالية في 117 دولة، تعقبوا الصوت الزلزالي بدءا من نهاية شهر يناير في الوقت الذي اللي انتشر فيه الفيروس في الصين او من في الصين واوروبا وباقي انحاء العالم. والعلماء بيقولوا انه نقص النشاط الانساني خلال فتره الاغلاق تسبب في انخفاض الترددات المرتبطه بالانشطه الانسانيه في الكره الارضيه بمقدار 50% في المتوسط. وبيقولوا انه مع مجموعه من الباحثين بيعملوا الان لمعرفه ما اذا كان التغير الدراماتيكي كان ليه اثر ملحوظ على الغلاف الجوي والحياه البريه المحيطه. واعتقد ان ده فعلا حصل الحقيقه من الفيديوهات اللي احنا شفناها، انه الحياه البريه اتحسنت بشكل كبير جدا، وعدد كبير من الحيوانات اللي كانت معرضه للانقراض تقريبا تم انقاذ حياتها بسبب فتره الاغلاق العام. طيب نروح للولايات المتحده الامريكيه اللي تم فيها تطبيق ممارسات جديده للحفاظ على الصحه النفسيه لمساعده العاملين في الرعايه الصحيه في الخطوط الاماميه في امريكا بسبب تعرضهم لخساره عدد ضخم جدا من الوفيات بشكل غير محتمل وغير اعتيادي. ده طبعا ممكن يؤدي إلى أثار نفسية مدمرة عليهم. الأطباء النفسيين قالوا أنه من بين المناطق اللي بيحتاج فيها التعليم الطبي والدائرة الطبية للقيام بعمل أفضل هو تعليم استراتيجيات المرونة لإعداد الأطباء بشكل أفضل والعاملين في الرعاية الصحية، إن هم يكونوا مرنين أكتر، يعني يحسسوهم إنهم يقدروا يتعاملوا مع الأخبار السيئة أو حالات الفقد بشكل أوعى وأفضل نفسياً. الأطباء النفسيين أيضا قالوا أنه بعض المستشفيات أطلقت برنامج شجاع من شأنه أنه يوفر لمقدمي الرعاية الصحية وسيلة للبقاء على تواصل مع العائلات اللي فقدت أحد أقربائها بسبب الفيروس لمدة سنة كاملة بعد وفاة أحد أقربائها. طبعا الموضوع ده مش هيساعد بس العيلة اللي فقدت حد عزيز عليها خلال فترة الحداد، لكن أيضا هو وسيلة لتحسين الحالة النفسية للقائمين على الخدمة الطبية نفسها. وأكدوا أيضا أنه التحدث للزملاء في بعض الأحيان ممكن يبقى ليه أثر كبير جدا إيجابي ونفسي على العاملين في الرعاية الصحية. الحقيقة فعلا الصفوف الأولى والعاملين في الرعاية الصحية والطواقم الطبية بشكل عام هم أكتر ناس بعد زوال الجائحة تماما محتاجين دعم نفسي ومحتاجين مساعدة نفسية عشان يتخطوا الفترة اللي مروا بيها، لأن كلنا سواء أصبنا بالمرض أو لم نصب هي فترة محدودة في حياتنا، لكن الطواقم الطبية بيختبروا الامتحان ده لفترات طويلة جدا طول فترة الجائحة تقريبا، بيتعامل مع مرضى وعنده هاجس الإصابة. نروح لخبر تاني أيضا عن عائلة كانلس اللي بعد وفاة ابنهم بنيامين البالغ من العمر 17 عام عملوا على تأسيس جمعية خيرية
تحمل اسمه بنيامين كانلس تقوم بشكل أساسي على تقديم هدية غير اعتيادية، وهي دراجة لكل من يحتاج لوسيلة نقل في العاصمة الفلبينية من الناس اللي بتعيش في الجبال فعندها مشكلة في الوصول إلى المدينة، خاصة بعد أن أجبر فيروس كورونا الآلاف على ترك وظائفهم نتيجة حالة الإغلاق العام وتعذر وصول كتير جدا من الناس لوظائفهم. جورج كانلس والد بنيامين قال إنه دايما ما يتذكر ما فعله ابنه في يوم من الأيام أثناء تنقله في أرجاء العاصمة مانيلا، لما رأى بائع يتجول على دراجة بدون دواسات للحصول على لقمة العيش، ففكر بنيامين استخدام مدخراته الخاصة ومساعدة هذا الرجل واستبدال دراجته، ووجدت أسرة بنيامين أنه دي أحسن وسيلة يقدموها يعني لتخليد ذكرى ابنهم من خلال الجمعية الخيرية اللي أسسوها باسم ابنه. العالم ابتدى يتعافى زي ما شفنا، مش بس على مستوى التواجد في الشوارع، أيضا على مستوى الفعاليات الفنية. في اليونان حضر آلاف من رواد المسرح أول إنتاج مسرحي ضخم بمدرج إيباداروس المسرحي بعرض مسرحية الفرس القديمة لإسخيليس. خلينا نتابع هذا التقرير. في أشهر تقريبا منذ أن دمرت جائحة كورونا المسارح في أنحاء العالم، حضر العديد من آلاف رواد المسرح أول إنتاج مسرحي كبير يتم تنظيمه في اليونان بمدرج إيباداروس المسرحي بعرض مسرحية الفرس القديمة لإسخيليس. المسرحية التي أنتجها المسرح الوطني اليوناني كانت واحدة من الأعمال الفنية 70 التي كان من المزمع عرضها في الأصل قبل تفشي الجائحة من جانب مهرجان أثينا وإيباداروس السنوي، أما الآن فسيتم تنظيم 17 منها فقط ومعظمها سيكون حفلات موسيقية. وحضر حوالي 3000 من رواد المسرح وجلسوا على وسائد يفصلها شريط أبيض، بما يشير إلى المسافة التي يجب الالتزام بها بين بعضهم البعض. لم أفكر في فيروس كورونا عند قدومي إلى هنا، وكنت سعيدا حقيقة لأننا جئنا إلى هنا لإلقاء نظرة على المسرح، لكن الإضافة الجديدة كانت وجود عرض مسرحي. إنها أفضل طريقة للتعرف على المكان من مجرد مشاهدته بدون حدوث أي فعالية. وكانت منصة العرض بعيدة عن العديد من المقاعد، كما أن أعضاء الفرقة المسرحية المؤلفة من 9 أفراد يرتدون ثيابا بيضاء بسيطة، كانوا يتحركون بانسجام مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء أدائهم أدوارهم. أريد أن أكون متفائلا، أعتقد أن جائحة كورونا سوف تنتهي في وقت ما، لا شيء يمكن أن يحل محل المسرح، على الرغم من أنه قد يستغرق بعض الوقت للمشاهدين للعودة إلى المسارح المغلقة. سنواجه وقتا صعبا لكننا لن نستسلم. وللمرة الأولى لهذا المكان الذي يعود تاريخه إلى 2300 عام تم بث المسرحية مباشرة على الإنترنت، ومسرحية الفرس التي تم عرضها في البداية عام 472 قبل الميلاد تتعلق بفترة ما بعد معركة سلامس عام 480 قبل الميلاد. محبي الأدب الإنجليزي طبعا عارفين المؤلف العالمي تشارلز ديكنز اللي أبدع مجموعة كبيرة من القصص والروايات المخلدة الحقيقة في تاريخ الأدب الإنجليزي والأدب العالمي بشكل عام، وأيضا الشخصيات اللي موجودة في قصصه ورواياته اللي طبعا اترسمت في هذه القصص بالألوان، لكن الحقيقة أنه صور تشارلز ديكنز نفسه ظلت لفترة طويلة جدا بالأبيض وأسود، لأنه التقنيات اللي استخدمت في وقت كانت هي دي التقنيات الوحيدة. مؤخرا سيحظى المؤلف بمجموعة منتقى من الصور، لكن هذه المرة ملونة في معرض بيضيف إلى المؤلف لمحة بصرية مختلفة. أعطيت الحياة لثمان صور لمؤلف القرن 19، والحقيقة المعرض يعني زي ما حضراتكم شايفين الصور مختلفة تماما عن الصور اللي موجودة في الكتب اللي كلها بالأبيض والأسود. تطلبت عملية البحث بحث مضني واصطياد في الأرشيف للحصول على جلسات اللوحات الأصلية، الوصول لدقة الألوان الحقيقية،
والحقيقة أنه طبعا هذا المؤلف الكبير اللي قدم مجموعة من كلاسيكيات الأدب العالمي زي أوليفر تويست وتوقعات العظيمة وترانيم الكريسماس توفي سنة 1870، لكن كتير من عيلته حتى الآن ما زالت على قيد الحياة وتحظى بصحة جيدة، وهم كانوا مصدر الإلهام والاقتراح لهذه اللوحات. موقع متحف ديكنز هيكون في 48 شارع داوتي، هو المنزل الوحيد لديكنز اللي استمر في البقاء في لندن، هو المكان اللي كتب فيه روايته الأشهر أوليفر تويست، وألهمت كتب ديكنز طبعا بعد أكتر من قرن من نشرها عدد كبير جدا من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وأيضا المقطوعات الموسيقية ذات الشعبية الكبيرة. باكس باني يحتفل بعيد ميلاد كبير هذا الشهر، طبعا دي شخصية كرتونية معروفة جدا للأطفال وبقالها سنين طويلة، بيحتفل بعيد ميلاده 80 في 27 يوليو الجاري. كرتون باكس لأول مرة ظهر على شاشة التلفزيون كإضافي في حلقة بوركي بيج في عام 1938، لكن الأرنب ككاركتر أو كشخصية كرتونية ما ظهرتش رسميا إلا عام 1948 باعتباره الأرنب الذكي بلكنة بروكلين. طبعا الرسوم المتحركة عموما جزء أساسي من تكوين عقل الطفل في مرحلة مبكرة جدا من حياته، فهو بيرتبط بالشخصيات دي ويمكن بتبقى رفقته خلال اليوم، وأحيانا كتير بيبقى عنده لعبة باسمها أو بيقلد حركتها وبيقلد ممارساتها. باكز لعب في الأصل من قبل ميل بلانك اللي عبر عن الشخصية لمدة 50 سنة، هو ده كان التعليق الصوتي لهذه الشخصية، وتم التعبير عنه أيضا من قبل ممثل يدعى إيريك بوزا اللي بيقول إنه شخصية باكز باني هي أيضا المفضلة ليه ولطفله. دي حاجة لطيفة جدا الحقيقة، وأعتقد إنها مهنة جميلة وبتحسس الواحد إنه بيخرج من عالم الكبار اللي مليان بالأزمات والمشاكل ويدخل عالم الكرتون، وكمان يبقى مؤثر في حياة أطفال صغيرين يقلدوه وياخدوا منه حكم ودروس. يعني دي حاجة أعتقد إنها مختلفة ومميزة جدا بالنسبة لأي حد بيمارسها. نروح في جولتنا لروسيا، علماء روس بيعملوا على دراسة حفريات واستخراج هيكل عظمي ضخم لحيوان ماموث عثر عليه من قبل صياد محلي في بحيرة بشبه جزيرة يمال. من المقرر أنه بتقوم مجموعة من العلماء بسحب رفات الهيكل من مياه بحيرة بيتشالافاتو اللي بتعد فريدة من نوعها، لأنه الهيكل العظمي تقريبا بيحتوي على كل أجزائه، يعني مش أجزاء معينة منه، فيقدروا بعد كده العلماء يعيدوا تركيبها وتبقى موجودة في متاحف ضخمة. تم اكتشاف الرفات العملاق المحفوظ جيدا في المنطقة القطبية الشمالية. آخر هيكل تم اكتشافه كان ما بين أعوام 1988 و2007، واضح انهم بيسموا هذه الرفات يعني زي ما يكونوا بيدوها شخصية. رفات الماموث اللي تم تسميته من قبل اللي اكتشفوه كان بالترتيب ماشا واليوبا، وتم عرضه في متاحف سان بطرسبرغ. الرفات الجديد طبعا لسه لم يتم تسميته حتى الآن. نروح لأسبانيا حيث أعاد مركز لرعاية السلاحف واحدة من السلاحف لمياه المحيط الأطلنطي بعد 3 شهور من إعادة التأهيل والرعاية. والله كتر خيرهم. نتابع. أعاد مركز إسباني لرعاية وتأهيل السلاحف واحدة منها إلى مياه المحيط الأطلنطي بعد 3 شهور من الرعاية والتأهيل. نحن نعيد السلحفاة التي عثرنا عليها على الشاطئ إلى بيئتها الطبيعية. لقد تعلقت السلحفاة بسمكة أثناء صيدها، وكانت إعادتها إلى المياه مشكلة كبيرة لنا،
خاصة مع تعلقها بكميات كبيرة من المخلفات البحرية. وتمثل عودة السلحفاة إلى المياه أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة البحرية، حيث تعيش السلاحف البحرية في مياه الأطلنطي والبحر المتوسط. بعد مضي عدة شهور من الرعاية المركزة للسلحفات التي كانت تعاني من بعض الخدوش، بدأت في التعافي وأصبحت قادرة على العودة إلى حياتها الطبيعية لتستمتع بحريتها الكاملة مرة أخرى في مياه البحر. ويقتصر تكاثر إناث السلاحف البحرية على معدلات قليلة، فعلى الرغم من أنها قد تنتج 4 بيضات، إلا أنها قد لا تضع أي واحدة أخرى على مدى 2 أو 3 أعوام تالية. لذا يرى علماء الكائنات البحرية أن رعاية وتأهيل السلاحف بهذا الشكل من شأنه الحفاظ على تكاثر مثل هذا النوع من الكائنات البحرية. دي جولة كبيرة جدا كنا معاكم فيها الحقيقة، زرنا تقريبا كل بلاد العالم وكان عندنا أخبار كتير لطيفة ومتفائلة نبتدي بيها معاكم يومنا. نطلع فقرة رياضية يعني ندخل كده الأكسجين لأجسامنا ونحاول ان احنا نبتدي يومنا بشكل صحي. من بعدها مباشرة جولة مع عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم مع الزميلة ميرفت المليكي. خليكم معنا.